تقييم عسكري كامل لحقيقة هزيمة داعش قدمه قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتل خلال جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي. فوتل أكد هزيمة داعش وفقدانه لغالب مناطق سيطرته التي غطت في وقت من الأوقات منطقة شاسعة تمتد بين سوريا والعراق. وقال فوتل إن داعش حصر مؤخرا في أقل من ميل متر مربع واحد قبل أن يفر بعض عناصره ويختبئ الآخر، مشددا على أن المعركة مع التنظيم لا تزال طويلة، وذلك لاستعداد مقاتلي داعش لمعاودة القتال رغم القضاء على قاعدتهم في سوريا، الأمر الذي يتطلب بقاء القوات الأمريكية في المنطقة لوقت أطول. الجنرال الأمريكي أكد أنه لا يوجد أي ضغط لسحب القوات من سوريا في أي موعد محدد، لافتا إلى أهمية المعركة الأيديولوجية ضد داعش التي يجب القضاء عليها كي لا يتمكن التنظيم من زرع بذور التطرف والعنف في الأجيال القادمة. وتأتي تصريحات فوتل على عكس ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 9 شباط الماضي عن إحكام القوات المدعومة من واشنطن في سوريا سيطرتها على الأراضي التي كانت تحت سيطرة داعش، كما أنها تناقضت مع إعلان ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا بعد أن أتمت مهمتها هناك، إذ يؤكد القائد الميداني لهذه القوات أي جوزيف فوتل ضرورة بقاء هذه القوات لفترة أطول.